دعم مصري متواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في جميع المحافل والفعاليات الدعم المصري لفلسطين له جوانب عدة من بينها المحاولات المصرية المستمرة والدؤوبة لضمان التهدئة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة رغم انشغال القاهرة بالملفات الداخلية والأزمات الخارجية، لم تنسى فلسطين أبدا شعبا وقضية، فلسطين في قلب مصر قولا وعملا، دبلوماسيا من خلال الدعم المتواصل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك في جميع المحافل والفعاليات. وتحرص القياده المصريه على دعم ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم العادله بايجاد سند قانوني لقيام دولته الفلسطينيه المعترف بها من الامم المتحده ومن الدول الاعضاء بها وكذلك من المنظمات الاقليميه والدوليه الفاعله في السياسه الدوليه والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل ودائم للقضيه الفلسطينيه وتبقى مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية. الدعم المصري لفلسطين له جوانب عدة من بينها أيضا المحاولات المصرية المستمرة والدؤوبة لضمان التهدئة بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة. هناك أيضا المساعي المصرية المستمرة لبناء قواعد الثقة بين الأشقاء الفلسطينيين عبر استضافة اللقاءات المختلفة لقادة الفصائل والتيارات في محاولة للوصول إلى كلمة سواء، أما جهود القاهرة الإنسانية تجاه الأشقاء فلا تخطئها عين أو ينكرها أحد من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أو عبر الفتح المتواصل لمعبر رفح البري أو من خلال إرسال المساعدات الطبية أو حتى استقبال المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المختلفة. تؤكد القيادة المصرية دوما أن القضية الفلسطينية من ثوابت سياسة مصر وأنه رغم المتغيرات المستمرة على الساحتين الإقليمية والدولية إلا أن مساعي مصر لتوحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط اليات مفاوضات السلام واطلاقها بالتوازي مع جهود مسار المصالحه الوطنيه وبناء قواعد الثقه بين الاطراف الفلسطينيه سعيا لتعزيز المسار الاساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود